جاءه الشيخ رحمه الله، جاءه رجل يشتكي من ولده: يا شيخ عبد الله ابني ضربني، يا شيخ عبد الله ابني ضربني. وكان مجلس الشيخ عبد الله عامرا بطلبة العلم وبعض القضاة ومحب الشيخ وجيرانه، ويبكي الرجل: يا شيخ عبد الله ابني ضربني، أنصفني يا شيخ عبد الله. فقال له الشيخ رحمه الله، قال: أعد كلامك. وش تقول؟ أعد الكلام. فبدأ يعيد: يا شيخ عبد الله ابني ضربني، ابني ضربني. فالشيخ عبد الله جعل هذا الرجل يعيد الكلام 3 مرات، ثم قال له: ائتنا في الغد ونقضي في أمرك. ذهب الرجل، تعجب الحضور كما تعجب من يسمع الآن، رجل رئيس مجلس قضاء أعلى وصاحب مظلمة ولم يحكم له. فسأله أحدهم: يا شيخ عبد الله ما حكمت للرجل؟ قال: هذا الرجل جاءني قبل 30 سنة قد ضرب والده، وجاء الآن سداد الدين من ابنه. إذا لم يكن هذا الرجل هو أنا لن أتولى قضاء في المملكة أبدا. بعد انتهى الشيخ من حديثه، جاء اليوم الثاني، انتشر الخبر وتناقل الناس الكلام، اقتص المجلس بالحضور وامتلأ. فجاء الرجل: يا شيخ عبد الله أنا اللي جئتك البارحة، ابني ضربني. قال له الشيخ عبد الله: ادنو مني. فلما دنا قال: أسألك بالله الذي لا يسأل إلا به، أنت ما ضربت والدك قبل 30 سنة وهذا سداد الدين؟ فوضع الرجل يده على رأسي، قال: يا شيخ عبد الله تذكر؟ أستغفر الله أستغفر الله. أنا أقول أيها الكرام: البر والعقوق دين، فكما تدين تدان. ورد حديث جزء منه في البخاري: ما عجلت عقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوبة عاق الوالدين. فانتبه أيها الابن المبارك، ورد إذا مات الوالد أو الوالدة نادى مناد من السماء أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا تكرم به. نعمة وجود الوالدين، احمد الله على هذه النعمة، واحرص على تلبية طلباتهما قبل أن يطلبا إن كنت تعلم أنهما يحبان شيئا معينا، لأنهما إذا طلبا وجب عليك تنفيذ الطلب أو الأمر، لكن إن أتيت بهذا الأمر قبل أن يطلبا فهذا هو البر. وإن مات أسأل الله أن يرحمهما وأموات المسلمين، فالبر الحقيقي يبدأ بعد وفاتهما.